like this video. You can see more videos on our APL Technologies channel on YouTube. Subscribe to this channel so you can get more of these videos. Activate the bell and then more videos training session. You can see all the videos here and invite your friends to like our page. Also, our page on Facebook in APL Technologies. Like, follow, invite your friends and be a member of this page. Thank you. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في تمرين الاسمبلي دروينج زي ما انتم شايفين قدامكم هون بنحاول اليوم نرسم هاي الاسمبلي دروينج هي الاسمبلي دروينج تكون من اول شيء الشافت هاي الشافت وعندنا جير وفي ديسك وهذا الديسك فيه اربع بولز زي ما هون بحكوا هون وهون هاي اربع ريكوايرد فالديسك هذا مثبت باربع براغي في حاجة احنا مش شايفينها ومقصوصة هيها وبعدين بعد هذا الديسك في عندنا بولي هيها اوكي هاي البولي بنحط هنا فيها في بيلت او في بيلت سوري في بيلت هون وفي بيلت هون وبتلف هاي اوكي بتلف حوالي الاكسس تبع المحور اللي احنا شايفينه هون فهاي كلها as one assembly وكلها بتلف مرة واحدة بعدين الاسمبلي هاي مثبتة عندنا هون في جام نوت اوكي وعندنا هون كمان جام نوت تثبيتها هون في جام نوت واحدة ما بكفي حقيقة يعني انه في عندنا مشكلة هون المفروض انهم يا يحطوا فيها pin all the way through يثقبوا الجام نوت يحطوها يثقبوا كمان الشافت يحطوا فيه بن عشان تمنع الروتيشن او يحطوا جام نوت وراها مباشرة هون بس واحدة هيك ما بتكفي لانه هاي كثر الدوران راح تعمل فايبريشن وكثر الفايبريشن راح يعمل الجام نوت لوس فانيوي هاي كل الاشياء او كل الكومبوننتس اللي هون بتحركن مع بعضهم البعض او بلفن مع بعضهم البعض الجير مثبت في وودروف كي اوكي هاي الودروف كي والبولي مثبته بودروف كي اوكي عندنا هون الديسك في بوشينج هاي البوشينج والبوشينج هاي معمول لها مجرى للزيت هاي مجرى الزيت تحت المنطقه الفاضيه اللي ما فيهاش هاتشينج فعندنا هون اويل باكيت بعدين هاي محفور الديسك محفور ربع دريل وربع دريل والبوشينج محفوره ربع دريل او سوري مش ربع دريل محفوره جروف هاي جروف دائري وبعدين في جروف طولي طريقه هاي الجير نفسه عليه السيركل او البيتش سيركل اللي هي بتكون 34 هاي الدايمتر تبعها بتكون 24 teeth و 6 diametral pitch ايش في كمان معلومات الجام نوت والودروف او الجام نوت لحالها موجودة الجام نوت والجير موجود على على التول بوكس تاعت السوليد ووركس فبالتالي ما راح نعمل اي اشي فيهم لما نروح عند الاسمبلي اخر اشي بنركبهم بنركب الجير وبنركب الجام نوت وكمان بنركب البراغي هذول فالان بدنا نرسم الودروف كي معلوماته من وين اورجيكم معلوماته الشكل العام الها بالطريقه هاي والكروس سكشن هو هذا هو ف بدنا نورجيكم معلومات إلها هاي الودروف كي هاي المجرى الودروف كي مجرى المفتاح كيف بكون شكله فالمفتاح هو رقمه 1080 ففي عندي width وفي عندي depth اوكي
وفي عندي كمان هون هاي الدايمنشن تبعات الودروف كي ممكن ناخذها من هون. اوكي 1008 1008. في عندي ال A وال B بتصفهم، هاي الاشياء كلها راح نطلعها من هون. هاي الجام نوت ممكن ناخذها من التابلز، هاي نرسمها، راح اورجيكم كيف نرسمها، وبنفس الوقت راح اورجيكم كيف نطلعها برضو من التابلز. اوكي ف ليتس جو. فاول اشي بدي ارسم الشافت، بدي ارسمه كله على الفرونت بلين، كل الاسمبلي بدي ارسمه على الفرونت بلين او استخدم فرونت بلين. الشافت عندي بدي اعمل سنتر لاين، اوكي، واغير المليمتر لانشز. اوكي فخليني ارجع مره ثانيه على السنتر لاين، والسنتر لاين تاع الكل كل الدايمنشن او الطول في عندي هاي 4 وفي عندي هاي تقريبا 2 وعندي هاي 1، 4 و2 و1 هاي 7، وخليها كمان 3 من هون هاي 10. فبدي اعمل تقريبا، يعني مش مشكلة، هاي 10 هون وهذا الخط بدي اخليه رايت كليك، هاي بعمل رايت كليك واختار الميد بوينت، وبعدين كنترول بختار الاوريجن وبعمل كوينسيدنت، فبجيب لي الخط على الاوريجن بوينت. وخلص هذا بلغي، مش مشكله، تمام. هيك الان الشكل العام اللي هو بده ياخذ الديامتر من هون لهون، بعدين ديامتر من هون لهون، ديامتر من هون لهون، وهذا الديامتر هو نفسه هذا الديامتر، والديامتر تاع الجامنات بده يكون نفسه. فبدي ارسم خطوط عادية، هذا للجامنات، بعدين بطلع شوي هذا للجير، بطلع شوي هذا للديسك، بنزل شوي وهذا للبولي، وبنزل شوي وهذا للجامنت. اوكي وبروح هون وبغلق الريجن هاي، وهيك بكون انا عملت على الاقل الدرافتنج للريجن هاي. اوكي لا خليني بس اعطي الان دايمنشنز. بدي اخذ هذا الخط مع السنتر لاين وانزل تحتيه، هذا كم، هذا اللي هو الديامتر تاع الجامنت، هاي الديامتر تاع الجامنت عندي 1 انش، فهاي بدي اخليها 1 انش. اوكي طيب عندي هلا الواحد وثمن هيها، فهاي 1.125، وهاي كمان شرحها. طيب وهاي اللي هي 1.38، لا المفروض اني اخذت السنتر لاين من هون لهون وبنزل تحته، لا تاخذ السوليد لاين، لا ناخذ السوليد لاين لانه بيعطينا مباشرة المسافة بيناتنا. انا اذا بتاخذ السنتر لاين وبتنزل تحتيه بيعطيك الديامتر، اما اذا بتاخذ السوليد لاين للسوليد لاين ما بيعطيك اي شيء غير المسافه بيناتهم. 1.375. اوكي هلا ما باخذ دايمنشن، بس بقول انه هذا الدايمنشن مع هذا الدايمنشن دي ار كولينير، وبحكي انه هذا الدايمنشن مع هذا الدايمنشن دي ار كولينير. لما اختار تو دايمنشنز بكبس على كبسه كنترول. اوكي طيب هاي 11 over 16 وهاي 11 over 16، معناته هاي القطعة نفس هاي القطعة، بكبس هذا الخط كنترول، بكبس هذا الخط وبعمل كي يساوي،
هل هذا الديامتر سوري من هون لهون هل يساوي من هون لهون؟ طيب هاي 2 3/16. لا أكيد لا. طيب الآن بس نعطيهم أبعاد طولية، بدنا نحكي إنه ها هو 11 تقسيم 16. أوكي هاي خلصنا من الجامنات هون، ولأن حكينا يساوي فهاي خلصنا كمان من الجامنات اللي هون. أوكي طيب من هون لهون اللي هو بس وصلنا الآن لعند هذا الخط، شايفينه هذا الخط، فبالتالي في عندي دايمنشن هاي 1 13 على 16 اللي هو من بعد هاي الحز أو الحد لعند هذا الحد، فبحكي إنه هاي تساوي 1 زائد 13 تقسيم 16. أوكي عادي تكتب relationship algebraic relationship عادية أو arithmetic relationship. وهون اللي هو الديسك كله يساوي 4 اللي هي هيها سوري بحاول أن أعمل زوم اللي هي هاي من هون من هذا الحد لغاية هذا الحد. أوكي طيب وآخر إشي عندي وصلت لهون لهذا الحد، فبدي أروح بالدايمنشن هذا 1 15 على 16، 1 زائد 15 تقسيم 16. وهون آخر إشي هيها. طيب الديامتر كله شغال؟ آه شغال. الآن ليش هو أزرق؟ أزرق لأنه مش مثبت على ميد بوينت معينة، فأنا بدي أثبته الآن، بدي أحكي إنه هاي البوينت على هذا النقطة. طيب ظل عندي أزرق هون. أوكي هذا الأزرق شو بحكي عنه؟ بعمل عليه كليك وبحكي له هوريزونتال وبصير أسود. الآن السكتش كله مثبت كونسترين فيتشر ريفولف هاي. اوكي الان شو بدي اعمل؟ هاي منطقة تسنين مش مشكلة راح اجيها بعدين، وهاي المنطقة فيها كي هيو، وهاي المنطقة فيها كي، فبالتالي انا راح اعمل كي واحد واخذ المسافة من هون لهون، اعمل سنتر لاين واحكي له اعمل لي اياها ايش ميرور. هلا بوريكم شلون. طيب نرجع للفرونت بلين نعمل فيه كات، نعمل سبيس وناخذ النورمال دايمنشن ونعمل الان هذا الكات. بدي اخذ هذا الخط اللي هو انا جيت لعند الحاد، شوفوا كيف الكيرسر طلع لي اياه، كليك عليه بروح على convert entities بحدد لي اياه مباشرة بعد ما احدد convert بحوله للconstruction line مباشرة مباشرة، لا تفكروا فيها هاي لانه راح يعطيك مشاكل بعدين الا اذا انت حبيت تعمل جزء من الريجن. انا ما بدي اعمل جزء من الريجن. طيب باجي على الودروف كي، الدايمنشنز تاعت الودروف كي اللي هي بتكون في منتصف المنطقة هاي من هون لهون، فبدي اعمل line هيو من الميد بوينت يا لفوق يا تحت مش مشكلة. الآن برسم الودروف كي، الودروف كي بده يكون جزء منه بالجير وجزء منه جاي بالشافت اللي هون، فالجزء اللي جاي بالشافت أنا بروح مباشرة على ستاندرز. الستاندرز شو بتحكي لي؟ روح على الودروف كي اوكي هاي شكل الودروف كي، فبالتالي في عندي فرق بين الاي والسي، بكون
مرتفع نوعا ما بمقدار E. اوكي، فاللي بدي اياه بدي اعرف مقدار E. فانا عندي الودروف كي اللي هو بيكون 1080، خليني ارجع عليه مرة ثانية. هاي الودروف كي قديش رقمه؟ 1080 بوث اندز، يعني هون وهون. اوكي، فهاي شاملة النتيجة، هاي شاملة لهون وهون. طيب خليني اروح على الودروف كي رقمه 1080. اوكي هاي هو، وبحكي انها اي اللي هي سنتر لاين تبعه اعلى من هاي المنطقة في مقدار اي. فانا باجي برسم 1080 به واحد، برسم خط من هون لهون، مش مشكلة هسه الخط كيف. بحكي انه هاي انا بدي اكبس كنترول، هاي النقطة بكبس كنترول مع هذا الخط مع هاي النقطة، they are symmetric. اوكي، الان برسم دائرة من عند منتصف الخط ها لهون. اوكي، وبحكي ان هاي اللي هي مقدار البي اللي هي واحد. اوكي، عندي واحد انش. طيب كم بعيد الواحد انش اللي هو الاي؟ باجي على 1008، بعيد 1/16 من هون لهون 0.0625 اللي هو 1/16. اوكي تمام، وهيك انا بكون خلصت على الاقل الكي. فالاي هو مقدار الكت اللي انا بدي اعمله هون. كم الاي هون؟ 0.3135. مش مشكلة، هلا ما بديش اعمل كت. البي واحد، مش مشكلة. سي، وانا مجرد ما اخذت من هون لهون 1/16 بتكون من هون لهون سي. بس خلينا نتأكد، بعمل شيفت بختار الدايمنشن لهون ولهون، وبحكي لي اياها 0.44. راح تكون دريفن لان انا اوريدي حددت الراديوس من خلال الدايمتر الموجود هون. فهاي 0.44، لو انا اجي على السي هيها، فالسي 0.438 قربها هاي بصير 0.44، ولو بدي اجي هاي للحقيقة تبعتها راح تلاقيها 0.43. اوكي، لان انا اوريدي عامل اليونتس للتو ديسيملز، بدي اغير اليونتس لاكثر من ديسيمل بروح من هون اوبشنز، بروح على الدايمنشنز دوكيمنت يونتس، وبعمل هاي اليونتس لاكثر من ديسيمل، خليها 3، هاي 0.438. اوكي، طيب نرجع اليونتس للديسيمل 2 لانه هيك بصير تو ماتش. اوبشنز، بروح على الدوكيمنت بروبرتيز يونتس، وبغيرها لاثنين تو ديسيملز. تمام، هلا بعمل كات، ديش اياها هاي وهاي. اوكي، هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل بدي ارجع مرة ثانية على الرسمة، وبحكي انه ها الودروف كي جاي في منتصف المسافة من هون لهون، ما هو من غير الطبيعي انه ما يجيش من منتصف المسافة. بس اي مسافة بيناتهم؟ هل المسافة الشك في هاي هون من هون لهون، ولا منتصف البولي؟ اكيد هو جاي في منتصف البولي، فمنتصف البولي، البولي كلها من هون لهون، بدي ارسم خط، وهاي الخط هو منتصف سماكة البولي كاملة. فبدي اعطي هذا الخط سماكة هيها 2 و3/16، 2 + 3/16. اوكي، او انه
جاية هيها اثنين من هون، سوري من سوري اثنين هيها اللي هي من هذا الحد لهذا الحد، فهاي رجعها لاثنين. اوكي الان باخذ من السنتر لاين من هون وبرسم خط، وبعدين بوصله مع هذا الخط. اوكي بعدين باجي برسم سنتر لاين جديد من الميد بوينت، وبحكي انه هذا هو الميرور الشكل هذا، بعلم على الشكل بدي اعمل له ميرور، وبحكي ميرور ميرور، بقول لي شو الشكل اللي بدك اياه. لا هو عمل لي على الميرور هاي، شايف عمل لي ميرور من فوق، فبعمل اندو. اوكي بعلم مره ثانيه، او خليها من غير ما اعلم، ميرور انتيتيز باخذ هذا الشكل، وبعدين ميرور اباوت هون بحكي له هذا الخط، فمباشره بيعمل لي اياه هون. اوكي الان بعمل فيتشر اكسترود كات. كم بدي اعمل اكسترود كات؟ بدي اعملها اول شيء مش بلايند، بدي اعملها ميد بلين، والميد بلين اللي هي اورجيكم هون اللي بمقدار I think كان اسمها ايش؟ A. فال A هون عند 1080 × 5×16، فباجي هون بحكي 5×16 وبحكي له اوكي. فالان صرت عامل هذا الشات، فبدي احكي انه هذا فايل سيف از سوليد ووركس، اخليها examples، وأعمل فولدر جديدة أسميها assembly one، وأخذ أعمل هون شافت. أوكي هلا بعمل new part، برجع بعمل ايش؟ برجع بعمل نختار البولي نعملها مرة ثانية على فرونت. أول شي بغير اليونتس هون الانشز، وبحكي بدي أروح على فرونت سكتش بلين. أجين خلينا نرسم احنا ايش؟ الشكل العام اللي هي في عندي تقريبا 2.5 × 6.5. خليني احدد لكم بطريقة هاي، اعطيها هاي 2.5 بشكل عام هيك يعني عشان اشوف كيف ابعادها، وهاي 6.5. اوكي تمام. هلا برسم سنتر لاين من هون لهون، وهذا كله بلغيه بديش اياه. انا كل ما في الامر بدي احدد السنتر لاين هاي، فانا قلت لفوق رايت كليك ميد بوينت كنترول، بعمل بيك لهون، بعمل كوينسيدنت. اوكي الان اوكي بدي ارسم سنتر لاين من هون لهون. انتبهوا بس بدي اعمل الان فقط بدي اعمل هذا الشكل من هون لهون، واعمله ميرور واعمله ريفولف، فمش مضطر اني ارسم كل الشكل مرة واحدة. فبدي ارسم اللي هو هذا الخط، بعدين هذا الخط هيك طالع. اوكي انتبهوا معي شو بدي اعمل.
أكيد الآن وضحت الصورة لكم. فعملت هذا الشكل اللي هو نص أو ربع هذا الشكل. الآن بدي أعطي dimensions، بحكي له إنه في عندي 1/8 of an inch، 1/1/8، 1.125، والديامتر الخارجي اللي هي 2، تمام، أوكي، و الشكل كامل 2، فبالتالي من هون لهون 1، وهذا الخط أصلا لازم يكون على هذا الخط، فكليك على هذا الخط، بعدين كنترول كليك على هذا الخط، بعدين نحكي كولينير. الآن بعد هاي المسافة اللي هي 4.38، فور بلس 3 تقسيم 8، أوكي، سمك هذا الجدار 5 على 16، فأنا ماخذ نصه بصير 5 على 32، أوكي. عندي هاي الفلت، خليها لآخر إشي، آخر إشي خليها الفلت مش مشكلة، بس لغاية الآن هاي الأبعاد اللي عندنا. بدي كمان أروح لهون، فعندي من هون لهون 6.3×8، ستة زائد 3 تقسيم 8، أوكي، أو سوري، بس خليني أكبر هون شوي. عندي هاي 11×16، أوكي، عندي المسافة الزاوية هون 38، فبالتالي شو بدي أعمل؟ انتبهوا هون، بعمل سنتر لاين من الميد بوينت على الخط هون، أوكي، وبحكي ان هاي الخط، هاي النقطة مع هذا الخط مع هاي النقطة they are symmetric. لان حددتها، فبالتالي اذا ببعد هاي فبكون اجباري انه يكون الخط الواقف او construction line بنص الخط اللي انا قاعد بحرك فيه. اوكي، الان بس بعطيها زاوية 38 بين هاي وهاي، اوكي، وبحكي ان هاي النقطة مع هذا الخط مع هاي النقطة they are symmetric. وضحت الان؟ فاذا بحرك هاي النقطة بكون كل شيء parametric بتحرك معها، فعملت relationship بالطريقة هاي، اوكي. وبعدين حددت المسافة، هلا بدي من تحت من هون اخذ بعض الدايمنشنز، بحكي انه 5×16 من هون لهون، خمسة تقسيم 16، والمسافة من هون لهون 11×16، والمسافة هاي 3×16. المسافة هاي من هون لهون، أوبس، لا أعطاني إياها زي الديامتر، بدي أحدد المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة تكون الآن 3×16 اللي المسافة كلها، بس لأنها نصها فبدي آخذ 3×32 مش 11×3، اوكي. وهاي حكينا كم كانت 11×16، تمام هيك.
alright. قبل ما نعمل ريفولف بس خلينا نحط الفلتس. فأنا عندي فلت هون ربع. بين هون وهون. وبحكي بلاش keep uncheck this one عشان يلغي لي هاي الخط مباشرة. إذا بظلها keep معناته بظل الخطين موجودات. طيب شو في عندي كمان؟ عندي هون 1 على 32 radius وهاي شكلها على الدائر يعني كله 1 على 32 بدك تعمله. ف 1 تقسيم 30 32 وبدها تكون من تحت وهون كمان اوكي. عندي هون فوق 1 على 16 radius فكله هذا بده يكون 1 على 16. فالآن عندي 1 على 16 1 تقسيم 16 بين هاي وبين هاي وبين هاي وبين هاي. في ظل اشي كمان؟ لا تقريبا اوكي. احنا ممكن برضو نعمل هون برضو فلت الها تكون 1 على 16 ممكن يعني الخيار برجع لكم. بس انه خليني اعمل هون 1 على 16 أو لا ليش نص واحد 16 أو خليني برضو أعمل فلت فوقانية من هون هاي الفلت تكون 0.25 من هون لهون أوكي. انتبهوا انا صار عندي radius on و radius on فهي نفس الراديوس بعمل بلغي هذا الدايمنشن فهي بتصير مباشرة بتصير ازرق. بحكي انه هاي الخط او هذا المنحنى مع هذا المنحنى they are equal فمباشرة برجعها للاسود اوكي. طيب احنا عندنا كلها 2 على 3 على 16 فبالتالي بدي من هاي النقطة لهذا الخط بدها تكون 2 زائد 3 تقسيم 16 أو تقسيم 2 سوري فهاي تقسيم 2 الواحد وبصير 3 على 32 هاي 1 زائد 3 تقسيم 30 32 اوكي تمام. وعندي كمان 32 بس بدي اشوف ليش هذا الخط ازرق يعني فبحاول اني اسحبه اعمل له اي اشي بحيث انه هل هو بس محتاج دايمنشن او محتاج هو هاي عامل بارلل هون فتمام اوكي. فيبدو انه كل شيء تمام هون اوكي. الان بعمل ريفولف فيتشر وهاي ريفولف والاكسس اوف ريفوليوشن هي هون سوري قبل ما اعمل ريفولف بروح على السكتش
edit وبحكي هذا السكتش بدي اعمل له ميرور. فالميرور اللي عندي هو هذا الخط او الخطوط هاي، والميرور اباوت بقول له هذا الميرور اباوت هاي اوكي. اوكي وبعدين بلغي هذا الخط الوسطاني لانه عامل لي مشاكل. وهلا بقول له اوكي. فهاي عندي ال V V build shape. في شغلة هلا لازم نحط احنا الودروف كي. اوكي فبالتالي لازم اعملها فتحة هون بحيث انه ادخل داخلها ال او تيجي عندها الودروف كي. هي كلها انتبهوا معمول لها كي، فالودروف كي بيجي لها تقريبا يعني لازم نعمل له سلايدنج من هون. فبالتالي شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الكي لها او كي شانل لها. فخلينا نعمل كي شانل. الكي شانل بدنا نعمل على الرايت بلين ونعمل سكتش. اوكي وبدنا نعمله بحيث انه الجزء الطالع من الكي يكون هو هون اللي هو 1 على 16. فبدي اعمل خليني اختار هذا مش مشكلة. اوكي فمن هون بعمل شيفت وبختار هذا الدايمنشن وهذا الايدج وهاي 0.0625 وقديش كان سمكه اي ثينك انه سماكته كانت اللي هي A 5 على 16. فمن هون لهون 5 تقسيم 16 تمام هيك. هلا شو بعمل؟ بعمل خط اي خط مش مشكلة. وبعمل trim. اوكي هلا بعمل feature extrude cut all the way through او mid plane وبحط لها 2.5 inch مش مشكلة. فبيرسم لي هذا الكي. الآن هاي خلصنا منها. فبعمل file save as poly. اوكي وبنتقل للديسك اوكي او للبوشينج. هي البوشينج تحتيها. فبعمل new file و part اوكي بغيرها للانشز بختار الفرونت واجين بدي اعملها revolve اوكي ف بعملها line او مش هذا اللاين بدي اياه. بدي اخذ كورنر اوكي بعمل بقى سنتر لاين من هون لهون رايت كليك ميد بوينت بعمل اسكيب رايت كليك ميد بوينت لعند وبختار هاي النقطتين بعملهن ايش؟ كوينسيدنت
وهلا بصير اعطيها دايمنشنز، مش مشكله. فهو القطر الداخلي 138، اوكي. القطر الخارجي 1¾، الطول 4، اوكي. وهاي خلي لي اياها سنتر مع هاي البوينت، واحكي له بعدين هاي اعمل لي اياها فيرتيكال لان كلها صارت اسود. طيب هلا بدي اعمل فتحة الزيت تايب، احكي لي جروف 3-8 وايد و16. فاول اشي بدي اعمل بعمل هذا الجروف وبحكي لي 16 او 1/16 الدبث تبعه، اوكي. وجاي كله على بعضه الويت تبعه 3/8، اوكي. وبعمل سنتر لاين من هون عشان اخذه. هي شايفين هون، خلينا اكبر لكم اياها، هاي جاء على بعد 3/8. فمن هون لهون مسافة، ثلاثة تقسيم ثمانية. وبعمل الآن ترم، بدي الشاي بدي الشاي، ولا هاي ولا هاي، اوكي. فبثبت هذا الخط مرة ثانية دايمنشن، وهاي ثبتها هيك، اوكي. وهلا بعمل ترم هون وترم هون، اوكي. غير هيك بدي ادخل فيها درل، هاي ربع درل، اوكي. فبعد بعملها ريفول باجي بعملها ربع درل من منطقة معينة وبس. فهاي فيتشر ريفولف around this point. الآن باجي بعملها دريل من هون، باجي بختار top lane، مش مشكلة، بضع عليها midpoint، وباجي بحكي له إنه بدي يعمل لي construction line من هون لهون. عمل 2 construction line من هون لهون، بعدين من هون لهون، مش مشكلة بصير كمان عشان أحدد ال midpoint هون أخذها من مرة. وهاي بحكي له إيش؟ ربع drill. الآن هاي السطح، هاي الدائرة بدي أعملها extrude لفوق، feature extrude cut، وبمسك السهم هاي طلعه لفوق واحكي له اوكي. هاي خلصنا البوشينج، سيف از بوشينج. الان بدي اختار الديسك، هاي الديسك الكبير، نيو بارت، بغير الدايمنشنز، وبعمل زي ما عملت المرة الماضية، اوكي. فهاي الآن عندي بدي أرسم اللي هي 4-8، اوكي. فخليني أرسم خط 6، مش مشكلة. وبعمل ميد بوينت وبعدين كنترول، بكبس هاي نقطة بحكي له ثبت لي اياها هون، وبرسم من هون لهون اي خط، مش مشكلة لانه هاي عندي اقصى حد 8.5. الان
خلينا نبلش رسم مع بعض. فبالتالي بدي اعمل نفس البروفايل، هاي شكله نفس البروفايل. انتبهوا معي، أنا ماشي ناش البروفايل. اوكي، هلا بعطيها different dimension. ببلش أول إشي من الأقرب للسنتر لاين، فبحكي إنه من هون لهون 1.75، أوكي، وعندي 2.2¾ من هون لهون، اللي هي من هون لهون 2¾، وكله من هاي الحد لهذا الحد 4، اوكي. ايش في كمان عندي؟ عندي كمان 8.5 من هون لهون. بلاش، احنا حكينا خليك دائما من الاقرب للابعد، خليها هاي، راح تعملنا مشاكل. فايش في كمان قريب؟ عندنا 7، اللي هي بعمل سنتر لاين تبع البرغي هاي، وبحكي من هون لهون 7، مش راضي، لانه من سنتر لسنتر لاين هو نفس الخاصية، فبالتالي ما راح ينزل لي تحت الخط هذا. فخليني احوله لسوليد الان، بعدين بحاول له construction line. هاي كم؟ 7. اوكي، هلا هون بحاول له construction line مرة ثانية. ومن هون لهون 8. أو 8.5. أوكي، خلينا نعطي الأبعاد. عندي من هون لغاية هون 3.25. هي 3.25. وعندي هاي 0.75، وعندي هون 8، وعندي هاي كمان بدي انزلها جوا شوي هيك، واحكي عنها هاي وهاي they are equal. اوكي، فهيك وصلنا لهذا الفيس، خلصنا من هذا الفيس. نيجي لورا، شوفي عندي من هون لهون 1/4، اوكي، وهاي الديامتر تبعها 5.5، اللي هي واصل لغاية هون، فهاي مع هذا الخط هاي 5.5، وعندي 74 من هون لهون، هاي 74.75، اوكي، وهاي النقطة
هاي النقطة هون على مستوى هاي النقطة، فبالتالي بدي أعمل line. هلا بحكي لكم شلون construction line، وبحكي هاي النقطة أو هذا الخط على مستوى هذا الخط، بختار اثنين مع بعضهن وبعملهن collinear. أوكي الآن ليش مش مثبت؟ يعني هاي امسك الخط هذا وزيحه. لسه في عندنا معناته اشي ناقص، اللي هي المسافة من هون لهون. اوكي طيب المسافة من هون لهون كيف نجيبها؟ من هون نطلع هون شوي، وراح نلاقي انه المسافة هاي كلها 3×8 هيها، معناته هاي المسافة 3×8. هلا لو نمسك هذا الخط ونزيحه يمين وشمال الكل بيتحرك. اوكي بس خلينا نثبته احنا على خط معين، ونحكي ان هاي النقطة جاية على هذا الخط. اوكي الكل الان اسود ما عدا هاي النقطة. هاي المسافة انا ممكن اغيرها، بس بدي احكي انه ما فيش عندي اي دايمنشن الان، بس بدي احكي انها هاي وهاي 7 degrees. اوكي او 5 مش مشكلة. فهيك انا بكون خلصت. بدي اضيف الفلتس هون. ليش مش راضي؟ اوكي انا بدي اعطيها هاي دايمنشن كلها 1 inch، لأن هاي 1 inch من هون لهون. فهلا بضيف عليها الفلتس، بحكي إنه في عندي فلت 0.12. بدناش نحط 1/8 inch لأنه بتكون أقل، لأن هاي كلها 1/8 inch من هون لهون، فإحنا بنحط أقل منها بشوي عشان تقدر تأخذها. إذا بتحطوها 1/8 ما راح تقدر تأخذها. فبدي اعمل بين هذا الخط وهذا الخط. اوكي في عندي كمان 1/8 ولا بس هيك؟ طيب بس هيك هاي. اوكي هذا الخط الان سوري هاي اوكي وهاي اوكي. هذا الخط بطل له اهمية، فالان بدي اعمل له reconstruct مرة ثانية، اللي هي بدي اعمله من هون لهون يكون 1/8 inch. اوكي طيب غير هيك شو بدي اعمل؟ بدي اعمل radius بمقدار 3×8 هيها. فبدي اعمل 3×8 وهون لهون، وعندي كمان 3×8 هون وهون. اوكي فعندي كمان برضه ما راح يقبلها مش مشكلة، بخليها 1 والثاني بدنا نعمله مش 0.375، بدنا نشيل الفايف من هون ونحكي بين هذا الخط وهذا الخط وهاي. اوكي الان مرة ثانية بعمل dimension between this line and this line، وبحكي ان هاي 0.375. اوكي وبهيك صار عندي تقريبا كله مثبت. الآن بعمل له feature revolve والaxis of revolution، هاي الaxis of revolution، وبهيك لا خلينا نعمل احنا هذول كمان. شو بحكي عن هذول؟ بحكي انه في عندي 4
والأربعة هولز واللي هي نص إنش. فخليني أثبت أنا line construction line دي على سطح هنا، دي يجي من هون وعمودي من هون وهون، أوكي زي هيك. وبعدين بحكي له إنه في عندي خلص خلصت أعمل end هون، وبعدين feature whole wizard وبدي اختارها through هون مش مشكلة، وهاي بدي اياها قديش تكون نص size نص هاي ربع اوكي وهاي نص through all بدي اياها through all. وبعدين position بحكي له على هذا السيرفيس، والposition بدي اياها تكون على منتصف الخط هذا، طيب خلينا نعمل نعدل الخط هذا شوية edit sketch نحط له اي خط construction line جاي من position هون، لانه هو شكله بدور على نقطة معينة ما بدور على خط. طيب هلا بنحطه على هذه النقطة الآن، بنروح على نطلع من سكتش، بنروح على هول ويزرد بدي اياها تكون على بوزيشن على هذا البلين وعلى هاي النقطة وهاي اوكي. الآن صار عندنا ايش هول، فالهول هاي بدي اعملها ريفولف، فبختار هذا السطح وبعمل منه ريفرنس، تحت الريفرنس بحكي اكسس، فبعمل هذا الاكسس عشان اعمل ريفولف اراوند ات. بروح مرة ثانية على الريبون وبعمل سيركلر باترن وبدي اياها 4 360 درجة وايكوال سبيسنج، بقول لي شو الفيتشر اللي بدك تعملها، بحكي له هذا الفيتشر، هو لحاله اختار الاكسس لانه في غير اكسس واحد الان ديفايند. هاي اوكي تمام. من مره خليني اطفي هذا الخط عندي شي شوفه هاي هايد، وهيك بكون انا خلصت الديسك. ففايل سيف اس ديسك تمام. الآن بدي أعمل بدي أضيف الجام نوت، هلا بحكي لكم كيف بدي أضيفها، بدي أرسمها أو بدي أضيفها وعلى الجهتين ما في مشكلة. بعمل بارت نيو وبعمل انشز بحولها. الآن بدي أروح على الجام نوت، الجام نوت بحكي لي 1 انش وهي جام نوت، فخليني اروح على السبيسيفيكيشنز تاعت الجام نوت. هاي السبيسيفيكيشنز تاعتها، انا عندي 1 انش تقريبا زيها زي راس البروي هون، عندي هون هيفي هيكساجونال نوت وعندي هون برضو جام نوت هيها اوكي. فهاي ثيكنس اوف جام نوت وهاي thickness of hex nut هيها الكبيرة، في عندي واحدة جام نوت الصغيرة والhex nut الكبيرة، فأنا عندي واحد إنش هاي الواحد إنش، فتفاصيلها الأف والأتش الأف والجي من هون باخذهن، لكن الثيكنس باخذها من هون. طيب بعمل سكتش وبختار بوليجون على فرونت بلين سبيس متعامل، وبختارها بحيث يكون vertical اللي هي اللي شايفين على الكيرسر اللي هي vertical. الآن بختار الديامتر تحت الشافت
أو التسنين تاعي. فالديامتر هي واحد، سوري مش اثنين، واحد. أوكي، هلا الأف من هون لهون، يا بتحكم الجي يا بتحكم الأف، لأن واحدة راح تحكم الثانية. هاي الأف اللي هي واحد ونص. أوكي، وهيك خلصنا. بروح على الفيتشر اكسترود، فعندي الجام نت. كم الجام نت؟ الماكسيمم والمينيمم والبيزك، اللي هي البيزك كم عندي؟ 35 على 64. فبدي احط 30 35 تقسيم 60 64، وهاي اوكي. الان بعدني ما خلصتش، لانه لازم اشطفها من فوق زي ما انتم ملاحظين. من هون فلات، بس من هون مشطوفة. اوكي، خليني اورجيكم كيف تشطفوها. بتروح على السيركل نفسه، بتعمل شو، وراح نختار هاي السيركل. اوكي، والان بدي اعمل سكتش على البلين هذا، اديت سكتش، والسيركل هاي بدي اخليها واضحة، convert entities، فحولتها لسيركل عادية. الآن بعمل feature cut extrude. انتبهوا الآن شو بدي أعمل. بدي أعمل all the way through، هي all the way through، شوف كده، و flip side عشان آكل المنطقة اللي بين الدائرة وبين النقطة هاي. أوكي، إذا بأكلها هاي المنطقة، بدي أورجيكم جميع الحالات عشان أورجيكم كيف تتفادوا هاي المنطقة. لو بحكي flip وبحكي أوكي، فبيأكل لي المنطقة اللي هي هون وهون وهون وهون، بخلي لي إياها زي الدائرة عادية زي الدونات. الآن edit feature، لو ما بحكي له flip بأكل لي المنطقة الجوانية، بخلي لي إياها بس الخارجية. أوكي، زي هيك. أنا لا بدي هاي ولا بدي هاي، بدي أعمل له تأكل لي المنطقة الخارجية هاي لكن بزاوية معينة، فبعمل له tapering وبعمل له زاوية 45 أو 50 حسب الـ dimensions المعطى عندنا، وهيك بياكل لي إياها زي ما أنتم شايفين. وهي سكتش هايد. أوكي، وهيك قدرنا نعمل إحنا جام نت. يا بناخذها يا بنثبتها هون. Actually as a matter of fact خلينا نعمل save as جام نت. اوكي، او ناخذها من الاسمبلي مره ثانيه. بس انتبهوا للكات اللي هون، edit feature. انا اخترت دائره، رسمت دائره، عملت flip side to cut، اخترت الكات الخارجيه، بعدين اخترتها tapered بحيث انها تنزل لتحت شويه، وهنا وهي تعمل كات تنزل، وعملت اوكي. حاولوا تعملوا هذا التمرين وغيروا الزاويه، شوف شو راح يعطيكم. يعني لما تعطي زاوية 90 راح ينزل كت مباشرة لتحت، فأنا نزلت زاوية 45 أعطاني. المهم حاولوا تعملوها. الآن خلصت الجام نت، خلصت البولي، الديسك، البوشينج شافت. خلنا نعمل الودروف كي. هاي سيف وهاي نيو. فرونت، أول شيء خلينا نغير هالإنشز. أوكي، وهاي بدي أعمل لاين من هون لهون. بدي أختار اللاين يكون أول شيء، خليني يس ما فيش مشكلة. خلي اللاين right click midpoint control، اختار النقطة هاي واعمل سنتين coincident. ال woodruff key نرجع مرة ثانية هون. واحد وخمسة على 16 اللي هو البي، فالA خمسة على 16، أو سوري البي 5 16،
بدي اختار دائرة واحكي انا هاي الدائرة 1 انش. اوكي بعدين بعمل cut extrude لهون. الان ال A الثيكنس تبعه feature extrude وبدي اعمل mid plane والاكسترود تبعه اللي هو الـ A 5×16 5 × 16 وهاي اوكي فايل سيف از وود رف كي. الان جاهز لاني اعمل اسمبلي. بديش ارسم الجير هلا بورجيكم كيف بدي اعمله. ف بعمل new assembly هاي اوكي وبجيب الشافت اوكي بعمل drag للشافت او بختار الشات بعمل له اوكي وبروح على الصح هون عشان يحدد لي اياها بالسنتر. شو يعني سنتر؟ يعني يحط الفرونت بلين تبع الشات على الفرونت بلين تبع الاسمبلي كامله والتوب بلين تبع الشات على التوب بلين تبع الاسمبلي والرايت بلين تبع الشات على الرايت بلين تبع الاسمبلي. اهم شيء بكون هيو معي بالفري سبيس فبروح على الصح هاي وبيحدد لي اياها. نتاكد هاي الفرونت بلين تبع الاسمبلي هاي الفرونت بلين تبع الشافت. نعمل كنترول بيناتهم خلينا نتاكد. تمام التوب بلين مع التوب بلين نتاكد. تمام والرايت بلين مع الرايت بلين نتاكد. تمام فالان شايفين الاف هون حرف الاف هاي الاف معناها فيكست. ممكن اكبس عليها واعملها فلوت واحركه زي ما بدي. اوكي هاي كبس عليها لا ممكن احركه فيش مشكلة عندي. بتلاقي اصلا هاي الفرونت بلين تبع الفرونت بلين شايفين قديش في مسافة بيناتهم والتوب بلين مع التوب بلين في مسافة بيناتهم. الان هاي هي معناها كلمة فلوت راحت الاف فبدي اعمل اول بارت انت يو انسيرتد ات هاز تو بي فيكست اوكي عشان تبني عليه بعدين. فبدي اعمل كنترول زي اندو اوكي اشوف الفرونت مع الفرونت اتثبت ادخله مرة ثانية بروح على الاسمبلي انسيرت كومبوننت هاي الشافت بعدين بروح على الصح اللي هون بثبت لي اياه. حلو الان بروح على البولي. اول اشي البولي وين كانت من وين لوين من هون لهون خلينا نقيس من المسافة من هون لهون بين السطحين وبروح لتحت هون المفروض تعطيني اياها اي نورمال ديستنس 1.94 هذا ال 1.94 مش للبولي لان البولي كاملة او يس ات از معناته هذا البولي. طيب بجيب البولي insert component وبجيب البولي وبعملها الان بروح على البولي وعلى السنتر بقدرش اشوف من هون مش مشكلة. بكبس السطح الاسطواني من جوا مع سطح الاسطواني هذا control بيناتهم وبعمل mate فلانه سطح اسطواني مع سطح اسطواني راح يعمل لي mate concentric mate. هيا في عندي coincident mate parallel perpendicular tangent concentric بس انا لما اختار سطح اسطواني مع سطح اسطواني لحاله بيختار لي concentric اوكي فبعمل له اوكي. الان بدي اثبت انا الكي سوري ليش انا هون بدي اثبت الكي فبعمل هذا السطح مع هذا السطح control ولحاله
بيختار لي الكوانسيدنت، بحكي له اوكي. الان بدي اختار هذا السطح، بلف الهاي وبختار كنترول، بختار هذا السطح، فبدز لي البولي لورا. اوكي وهاي اوكي. بعدين بدي اركب الجام نوت، انسرت كومبوننت جام نوت، بحكي له اياها برا مش مشكله. الان بختار سطح الاسطواني من هون مع سطح الاسطواني من هون، وبحكي له ميت، فهو لحاله بركب له اياهن از كونسنتريك. بحكي له اوكي. بعدين بحكي له هذا السطح مع هذا السطح بدي اياهن ميت، وهاي اوكي. فالان هاي البرغي تركب محله. الان افرض انه ما عنديش جامنت، اوكي افرض الجامنت ما رسمتهاش، هاي بدي اعمل ديليت الها وطلعها من برا الاسمبلي. بروح على الديزاين لايبراري هون، اوكي، وهاي تول بوكس الانسي انشز، بروح على النوتس، بروح على الاكس فلات، وبختار من هون هكس فلات جام نوت، وبختارها لغاية هون. لما اختار السيرفس الاسطواني هذا لحاله بيعدل لي اياها انه شو الدايمنشن والديامتر بدك اياها. الان لحاله شايفين كيف اعطاني اياها 118، واعطاني اياها 7N. فمن هون هاي الخيارات انا ممكن اعدل عليها simplified اوكي، وبعمل له اوكي. في عندك جامنات ثانية؟ بقول لي في عندك، بحكي له بدي اياها على هذا السيرفس. الان بظل محتفظ بالجامنات، بحكي له اوكي ثانك يو، بديش اياها اوكي. ف خلي الجامنات هاي بعدين بدزها لورا مش مشكلة، بس بدي اعدل هون انه هذا السيرفس مع هذا السيرفس كنترول، وبدي اياهن ميت. اوكي هو اللي ما عملهوش ميت لانه بقول لك بدي تعمل لي اياها سكرو، بس خلينا نشوف. بدي اياها هون. هاي ميت، بدي اياها كوانسيدنت. Add this mate and break other mates to satisfy it. Yes. هلا بنشوف شو other mates to satisfy. اوكي. بنيجي على الميت تاع الجام نوت هون، وبنحكي له انه الكوانسيدنت، كنا عاملين تنتين كوانسيدنت، فهي بنشطبها وهيك بكون تمام وضعنا. اوكي. تمام. هلا كمان في عندنا pushing من هون، خلينا نحط ال pushing، insert pushing. وهاي ال pushing بدي مع هذا السيرفس اعملها ميت. اوكي سوري ليش عملت undo، وبعدين بزيحها شوي لورا، بحكي له انه هذا السيرفس مع هذا السيرفس. اوكي وهاي تمام. وبحكي له كمان بدي اوقف ولا مش ضروري اوقف، هلا بحكي لكم شلون بوقفها مع الديسك. بدي احط هذا مش ضروري. طيب هاي اوكي. وبعدين
بدي اجيب الانسيرت كومبوننت واحدة ثانية اللي هي الديسك، وهاي الديسك. الديسك انا بعدني ما خلصتش الباكيت، الاويل باكيت الموجود فيه. خليني اعمل اويل باكيت فيه. خليني افتحهم لحاله، رايت كليك واوبن بارت. اوكي باجي على الرايت بلين، من هون الرايت بلين بدي اعمل فيه الباكيت هاي اللي انتم شايفينها هون. ف بعمل فيه زي هيك وبقصه عشان اقدر اشوف وين بدي ارسمها صح. بعمل فيه كروس سكشن. اوكي فهاي قدرت اني اعمل فيه كروس سكشن هون. فخليني اني احط الان الباكيت الاويل باكيت هاي واعمل فيها دريل اللي هي ربع دريل زي ما انتم شايفين هون. في عندي 11 over 16 ديامتر، وبعدين في عندي هون ربع دريل، في عندي هون ربع دريل زي ما انتم شايفين هون اويل باكيت 11 over 16 ديامتر، وبعدين في عندي ربع دريل جاي هذا هو. خليني اكبر لكم اياها. فمن هون لهون 11 over 16 وجاي تانجنت مع هذا الخط، وعندي كمان بعديها 1 quarter drill diameter وجاي بالضبط عامل ميت مع هذا الديامتر اللي هو بالبوشنج. طيب نيجي نعملها الآن. عشان نعملها بدي أرسم سكتش اوكي على البلين تاع الفرونت، اي سكت مش مشكلة هلا، واحكي انه هذا الخط مع هذا الخط they are اوكي. قبل ما ارسم خليني اعمل كالاتي قبل ما اعمل كروس سكشن. خليني اخذ هذا خليني اعمل هذا السيرفيس واخذ منه convert entities. ما رضيش مش مشكلة، باخذ هذا الديامتر وبعمل له convert entities فرسم لي اياه. فالان مباشرة بحول الكونستراكشن اللي بديش اياه وبعمل هذا الخط على هذا الخط يكون coincident او collinear. الان بعمل my own، او خليني كمان برضه من مرة انا اقول لكم مفيش داعي لها خلاص. خليني اخذ كروس سكشن عشان اعرف ارسم، وبعمل اوكي هون، بعمل بيربنديكولر. الان بقدر ارسمها. هون بحكي لي اياها 11 over 16 فبرسم 11، هذا الخط بعطيها 11 باي تقسيم 16 اوكي. وبهيك انا ممكن اعمل ريفولف كت واكل منها مباشرة. بس انا قديش بدي اكل منها او قديش بدي انزل منها؟ 1 over 1/8 هيها من هون لهون 1 1/8. فبعطي هاي الدايمنشن 1 و8 اوكي. فهيك تقريبا صار عندي هذا الجزء. الآن برسم center line من هون وهون، وبحكي لهذا الجزء يعطيك العافية شكرا لك بديش اياك اوكي اوكي. وبعدين برسم خط من هون لهون عشان اسكر الريجن هاي كاملة. وهلا شو بحكي له؟ بحكي له انه فيتشر ريفولف كت والدم واللاين اللي هو هذا اللاين وهاي اوكي تمام تمام. الان بدي ارسم دائره اللي هي دريل لتحت على هاي السطح، بعمل سكتش للدائره
هاي دائرة بعملها اي سكتش هون وبحكي انها هاي ربع دريل 0.25 والمسافة من هون لهون هي المسافة 3/8 هيها شايفينها ما هو لازم الجروف يوصل للديامتر هاي او الديامتر سوري الشحمة لازم تصل من عند الجريس فيتنج through the drill okay through the groove والجروف يوصل لتحت خلال الدريل اللي حفرناه جوا البوشنج فمن هون لهون المسافة مش مشكلة خلينا نعمل construction line من هون أي construction line مش مشكلة عشان بس شكله مش راضي ياخذ البوينت فبحكي له أنا بدي من هون لهون تكون إيش تكون 3/8 اللي هي هاي المسافة أوكي وبدي إياها تكون concentric مع هاي الدائرة بعمل بختار هاي الدائرة بعملها convert entities وبحولها مباشرة لإيش لconstruction line ومباشرة بعطيها center لcenter عشان تثبت هاي الدائرة صارت أسود الآن وهلا بعملها cut extrude وهيك صار عندي ثبتها الآن save sketches yes هيها موجودة الآن شو اللي بحكي أنا اللي راح أعمله راح أعمل mate between this service والسيرفيس تبع الدريل اللي هون عشان أضمن إنه الزيت مساره طبيعي وبعدين بحكي له بدي هذا السيركلر لاين على هذا البوشينج ثابت هاي اوكي وبس هذا اهم شيء الان بحركها بشوف انها هل تبعد من بعضها البعض بمسكها زي هيك بحركها هل انها راح تبعد من بعضها البعض ولا لا فكل شيء تمام لغايه الان كل شيء تمام الان بدي اضيف الجير اضافه الجير سهله جدا من الديزاين لايبرري بروح على الانسي انشز على الباور ترانسميشن وبروح على الجيرز واختار سبير جير بحطه هون اوكي هلا هذا الجير في عندي هون كثير شغلات بدي اعرفها اله اول اشي الديامترال بيتش خلنا اورجيكم اياه هيا الديامترال بيتش 6 هاي 6 نمبر اوف تيث 24 هاي 24 الفيس ويث اللي هو هاي الفيس ويث 1.8 فهي 1.8 1.125 اوكي هلا الهاب ستايل اللي هي من هون لهون هاي الهاب ستايل شايفينها هاي الهب اورجيكم اياها اللي هي المسافة من هون لهون ففي عندي اكستنشن جاي للجير فبعمل اكستنشن في عندي هب ستايل 1 سايد ممكن اعملها 2 سايدد هاي ممكن اعملها بوث سايدد ممكن اعملها 1 سايد شايف زي هيك الطريقة هاي مش مشكلة لوين جاي هسه بنعملها بالميتس نظبطها الهب ديامتر كم الهب ديامتر 2.8 هيها 2.8 اوكي الاوفر اول لينكس 1.78 من هون لهون 1.875 بدي الكي
nominal shaft diameter اللي هو 1.8 عشان يفتح لي إياها زي هيك، كانت مصمتة. فالآن شو بظل عندي؟ الكي، الكي واي، بدي إياها سكوير ولا ريكتانجل؟ بدي إياها ريكتانجل. أوكي، فحط لي هاي الكي واي، شايفين؟ مباشرة حط لي إياها الكي واي، بحكي له أوكي. بدي هو طبعا مظل حامل الأمر تبع الجير، فبحكي له أوكي، بديش خلاص بكفي لغاية هون. الآن خلينا نظبطها الآن. فالكي السيرفيس هذا السيرفيس لازم يكون على هذا السيرفيس، فبعمل له ميت وبختار له هذا السيرفيس. الآن شوفوا حط لي إياها من جوا، بعمل له فليب فبعكس لي إياها مباشرة. أوكي، بعمل له أوكي. الآن حرك لي إياها بطريقة هاي. أوكي، طيب شو ظل إشي ثاني؟ ظل إشي ثاني إنه الكي واي. طيب خليني أعمل هذا الميت وألغيه عشان أتحكم على الأقل بالكي واي، أقدر أشوفه. فبقول له بدي هذا السطح مع هذا السطح، فلفل لي اياه هيك، وبعدين بحكي له هذا السطح مع هذا السطح، فلفل لي اياه بالطريقه هاي. الان اخر اشي بسكر الجام نوت على الجير. اوكي، الميت تاع الجام نوت حط لي اياه بالتوازي، انا بديش اياه يكون متوازي. اوكي، هذا اللي هو الكونسنتريك تبع الجير مش راضيه، فخليني الغيه واخذ الجير شوية لورا هون، واعمل ميت مرة ثانية، اعمل كلير سيلكشن، بدي هذا السطح مع هذا السطح. اوكي، وهلأ بيرضى تمام. هلأ خليني كمان برضو أعمل ميت لهاي الجام نوت، فالجام نوت بروح عليها وبشوف الميتس اللي هون، فهو عمل إياها بارلل. أنا شو بدي إياها بارلل؟ بديش إياها بارلل، بدي إياها كونسنتريك أو كونسيدنت. بعمل ميت وبختار كونسيدنت بين هذا السطح وهذا السطح، تمام. اوكي، الان بعمل مره ثانيه ميت بين هذا السطح وهذا السطح، اوكي. ليش ما عملها؟ هو سحب الجير لبرا، فخليني اشطب من الجير تاعت الميت اللي عملها مع الجام نوت هاي، خليني اشطب هاي. مرة ثانية بروح على الجير بشوف شو في عندي، عندي parallel parallel، coincident موجودة، concentric موجودة، و parallel هامش parallel بديها concentric. اوكي، بس اللهم تشوف شو الميتس الموجودات، لأنه مش راضي يعمل ميت، فعادي طبيعي جدا. الآن insert component أو بروح على الجام نوت اللي هون وبشي كونسنتريك موجود، كونسنتريك حتى بشيلها الكونسنتريك كاملة هاي ديليت. اوكي، بشوف الكونسيدنت، عامل كونسيدنت كمان برضو غلط عاملها، هاي ديليت. الان بعمل، الان هي فري هاي، مش مشكلة خليها فري احسن. ميت بتوين ذس سيرفيس، اوبس كلير، بتوين ذس سيرفيس والسيرفيس تبع الجام نوت. اوكي، وبعدين between this service and that service هو لحاله،
بعرف انها cylindrical. وهيك بنكون خلصنا الاسمبلي. ظل الودروف كي، خلينا نحطهم الودروف كي. خليني اعمل كروس سكشن عن طريق الفرونت بلين عشان اقدر اشوف البلينز اللي هناك، واعمل انسيرت كومبوننت. هاي الودروف كي هون، وبعمل كنترول وبنسخه مره ثانيه. اوكي، او من هون سوري، كنترول وبنسخه بجيبه مره ثانيه. ها صار عندي 2 ودروف كيز، بس مش شايفهم لانه اصلا الجرافيك كارد عندي او يمكن مش مستحمله. وحده وحده مش مشكله. خليني اشطب هذا كمان. اوكي، انسيرت كومبوننت ودروف كي، بخليه هون. الان بحكي له انه بدي هذا اول شيء، هذا السيرفيس مش مختاره، ميت. بدي هذا الفيس مع هذا الفيس، تمام. وبعدين بحكي له بدي يكون هذا الفيس مع هذا الفيس، تمام. وبدي يكون هذا الفيس مع هذا الفيس، هيك، تمام. وبدي كمان واحد ثاني، هاي اوكي هون، اللي هو الفيس تبع، احكي لكم شغله، الفيس تبع الكي واي اللي حطيناه بالبولي، الفيس الجانبي والفيس السلندريكال. اوكي، هذول 3 فيسز بحكم لي اياها مزبوط. نجرب مره ثانيه مع منطقه ثانيه. حلو، الان اول فيس بدي اياه، بدي ميت هذا السيرفيس الفوقاني مع السيرفيس الفوقاني تبع الكيوي اللي موجود في البولي. حلو، تمام. هلا هو مش مبين علي، فبعمل ايش؟ بعمل زي هيك عشان اقدر اشوفه، وبحوله مره ثانيه لهي. إذا الآن ربطنا الفيس الفوقاني مع الفيس الفوقاني تبع الكيوي. بدي أربط الفيس الجانبي مع الفيس الجانبي تبع الموجود على الشافت، وهاي أوكي. خليني أسحبه شوية. بعدين بدي أربط الفيس السلندريكال مع هذا الفيس السلندريكال الموجود هون، وهاي ربط لي إياها، وهاي أوكي. وبهيك انا فعليا كملت الاسمبلي وكل شيء تمام فيها هون. يعطيكم العافيه.